احنا التقينا بقيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ودخلنا في حوار جاد حوالين المستقبل وترشحي للرئاسة، واعتقد كان حوار بناء جدا. هم هياخذوا قرارهم في لجنتهم المركزية في خلال الايام القادمة باذن الله. هو الان باللجنة المعنية بتطوير البرنامج السابق والاضافات عليه هتطلع بعملها، واول ما تنضج وهنعلن باذن الله. يعني هذا الشعب قاد ثورة عظيمة في 25 و30، ومن حقه ان يطمئن لان الدولة القادمة تعبر عن قيم واهداف هذه الثورة، وهو صاحب الكلمة في من يأتمن على تحقيق هذه الاهداف. متى تلتقي بالمرشح خالد علي استاذ؟ نعم، متى تلتقي بالمرشح خالد علي استاذ عبد الغفار؟ شكرا، دعانا للقاء غدا وان شاء الله نلتقي. انا مطلبي واضح جدا، كل الموجودين في السجون الان من شباب الثورة ينبغي ان يطلق سراحهم فورا وحالا بالاساليب الملائمة في هذه الدولة وفي اطار القانون. لكن بقاء اللي حملوا راية الثورة في 25 و30 جوه السجون بينما مفسدي مبارك يعومون على السطح السياسي امر لا يقبله يعني الحس الوطني السليم ولا حس العدالة ولا هذا الشعب ولا شباب الثورة، وانا معهم في هذا. الا انا كل الاحزاب التي ستدعمني او لا تدعمني بحترمها وبحترم خيارها وقرارها، لكن من الواجب ان نكون في حالة حوار مع الكل بدون استثناء اما مواقفهم فستحترم سواء دعموني او لا. هل نتوقع مثلا حضرتك هتزور حزب زي الوفد او التجمع اللي هم يعني شبه طبعا 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 انا ساطلب زيارتهم لان هم احزاب معتبره قد الدور، ولاحظ ان كل هذه الاحزاب فيها شباب موقفه معي بطريقه محسومه وانا احترم هذه الاحزاب سواء كانت معي او لا، ومن الضروري ان حوارنا يكون متصل. حتى الاحزاب اللي هتعلن انها ضدي هكون في حاله حوار معاها لاني اطرح نفسي رئيسا لمصر مش للي بيأيدوني، فلا بد ان ده يكون واضح من الان. ابرز ما طلبوا منك المكتب السياسي، ابرز ما طلبوا منك من حضرتك المكتب السياسي في حزب الاستاذ عبد الغفار ممكن نقول ده، لكن الحقيقه انا حسيت ان احنا في حوار شركاء في معركه للوطن اكثر من اي شيء اخر. الخطوة القادمة في الزيارات الخاصة بالمرشح الرئاسي حمدان صباحي هيكون حزب ايه؟ هنلتقي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مع الدكتور محمد ابو الغار والسادة نوابه وامينه العام واعضاء من قيادته يوم الاثنين القادم باذن الله.